المفاوضات السياسية برعاية دولية وليست منفردة. أوضح؟ لا نقبل أمريكا أن تكون وسيطا بيننا وبين إسرائيل. والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب، لا لن نقبل مشروعه، وقلنا له صفقة العصر هي صفقة العصر، لكن سنردها. القدس أزيحت من الطاولة بتغريدة تويتر من السيد ترامب. لهذا السبب اجتمعنا، ولهذا السبب تنادينا، ولهذا السبب كان هذا اللقاء من كل أطياف المجتمع الفلسطيني، لأنه لا يوجد أهم من القدس لكي نجتمع لنبحث أمرها. لن نقبل الشرور، وقلنا